مهندس فاشل سقط 10 سنين وصوته سر شهرته ورفضته البطولة المطلقة، والجمهور لقبه بمهندس الكوميديا. عجز يعالج نفسه في آخر حياته ورحل وما كانش معاه مليم، وفنانة شهيرة اتكلفت بعلاجه. رحلة يوسف داوود الفنان المسيحي اللي ألقى خطبة الجمعة في الجيش وبعدها تعاقب عقاب غريب جدا، مش هتصدق ايه حصل معاه وليه غير اسمه في نهاية حياته. الفنان يوسف داوود اسمه الحقيقي يوسف جرجس صليب، ابن مدينة اسكندرية، اتولد سنة 1938، ومن صغره كان بيحب كرة السلة وكان شاطر في دراسته، لكن كان بيعاني من أبوه وأمه بسبب إهمالهم ليه، لدرجة إنهم ما كانوش يعرفوا عنه أي حاجة، وده أثر عليه نفسياً. يوسف دخل هندسة لكن الصدمة إنه فشل فيها، وفضل 10 سنين يسقط ومش عارف يتخرج، ودماغه كانت في الرياضة والفن، ومن وقت للتاني كان بيقدم أعمال كوميدية على خشبة المسرح في الجامعة. يوسف داوود بدأ رحلته في الفن متأخر شوية، وكان أول عمل ليه وهو عنده 47 سنة، وده وقت ما شافه المخرج سمير خفاجة وهو بيمثل في مسرحية زقاق المدق، وعجبه وعرض عليه يسافر القاهرة ويمثل هناك. لكن في البداية يوسف كان رافض لأنه كان بيشتغل مهندس كهربائي بعد ما قدر يتخرج من الجامعة بالعافية، لكن بعد فترة غير رأيه وسافر القاهرة واعتزل مجال الهندسة نهائي. ورغم ان دخول يوسف داوود عالم التمثيل متأخر، لكن قدر يقدم اكتر من 300 عمل فني و100 فيلم كانوا سبب في شهرته، وان الجمهور يلقبه بمهندس الكوميديا. يوسف اتجوز من سيدة اسمها مارجريت، وكانت بينهم قصة حب كبيرة كل الناس كانت شاهدة عليها، وخلف منها بنت وولد. يوسف في البداية كان رافض يتجوزها رغم انه كان بيحبها جدا، وده بسبب فرق السن الكبير اللي بينهم، وقال حرام اظلمها معايا، دي اصغر مني ب 13 سنة. لكن في النهاية لقى نفسه بيتقدم لها وبيقنع اهلها عشان يوافقوا، وفعلا اتجوزها وكانت سنده وقت تعبه. أسرة يوسف وبالخصوص بنته ومراته صرحوا قبل كده إنهم كان عندهم مشكلة كبيرة جدا مع صوته لأنه كان عالي، وده أثر على سمعهم، والموضوع كان صعب عليهم لدرجة إنهم حاولوا يعالجوه وفشلوا في الآخر. يوسف اتعرف إنه كان مثقف جدا من صغره، لدرجة إنه هو في الجيش الكل كان فاكر إنه مسلم من كتر ما بيتكلم في الدين وحافظ القرآن. وفي أحد المرات اتأخر الإمام وقرر يوسف إنه يخطب الجمعة، وفعلا خطب بصحابه وصلى بيهم، وبعدها الكل اتصدم إنه مسيحي. عشان كده اتعرض لعقاب شديد في الجيش وقتها، لكنه قال انه مش ندمان. وكتير ما يعرفش ان مهندس الكوميديا غير اسمه من يوسف جرجس صليب ليوسف داوود عشان محدش يعرف ديانته ويتكلم براحته. ورغم نجاحات الكبيره اللي عملها في حياته، لكن في احد المرات اتعرض لوعكه صحيه جديده وكان بيعاني من فشل كلوي، والصدمه انه ما قدرش يعالج نفسه وصحته كانت في النازل، لحد ما سمعت الفنانه عفاف شعيب اللي حصل له وراحت زارته، ومن وقتها اتكلفت بعلاجه. وشكر يوسف داوود عفاف وكشف احد المرات عن اللي حصل معاه، وقال فجاه وصلتني مكالمه من عفاف شعيب وقالت لي سمعنا ان صحتك تعبانه، عايز اعرف ظروفك ايه عشان اساعدك. في الوقت ده كنت بفكر ابيع عربيتي ومصبوغات زوجتي، ولكنها لم تتاخر علي في المساعده نهائيا. وفضل يوسف داوود يتعالج لمده 8 سنين لحد ما التعب اتمكن منه ورحل عن عمر 79 سنه بعد ما فضل فتره كبيره في السرير ما بيتحركش نهائي. وبعد رحيله اتبرعت مراته بكل مقتنياته لمكتبه اسكندريه عشان توثق كل المحطات اللي مر بيها في حياته.